طيب بيشرفنا يكون معانا على التليفون دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير دكتور منار. صباح الخير على حضرتك أستاذ باسم، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. صباح النور على حضرتك. يعني الحمد لله في أخبار حلوة النهاردة، انخفاض ولو بسيط في درجات الحرارة، يا ريت نعرف تفاصيل أكتر من حضرتك عليه وهيكون في أي مناطق معينة. بالفعل اليوم هتنكسر موجة ارتفاع درجات الحرارة اللي شاهدناها الأيام الماضية، كانت ذروتها بالأمس وسجلنا أعلى درجة حرارة إلى الآن في فصل الصيف بالأمس على القاهرة الكبرى. اليوم هتبدأ تنخفض درجات الحرارة لأن احنا هيبدأ تراجع لمنخفض الهند الموسمي، ونتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، كمان هنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. لكن مع انخفاض درجات الحرارة لسه هيستمر ارتفاع نسب الرطوبة، ونسب الرطوبة لسه هتخلينا نحس بالأجواء أو نحس بارتفاعات درجات الحرارة، لكن طبعا هيبقى في اختلاف الأيام القادمة واليوم عن الأيام الماضية بإذن الله. وإحساسنا بالطقس خلال فترة النهار هيكون طقس شديد الحرارة رطب على أغلب المناطق الموجودة في طبعا القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. يمكن انخفاض درجات الحرارة ده بيشمل أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، الوجه البحري، حتى شمال الصعيد. المناطق الموجودة في جنوب الصعيد هتظل عليها درجات الحرارة مرتفعة خلال فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس ده طبعا بيكون عظمة الرطوبة أو عظمة نسب الرطوبة، فهنحس بالأجواء المائلة للحرارة خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية. لكن هيكون في نشاط للرياح بعد فترة الظهيرة مع دخول ساعات المساء وساعات المغرب، نشاط الرياح ده سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، ونشاط الرياح ده هيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، فبالتالي هنحس بانخفاض درجات الحرارة والأجواء المعتدلة فترات المساء والساعات الأولى من الليل. بالإضافة كمان إن هيتكاثر اليوم سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، وده بدوره هيحجب جزء من أشعة الشمس، وهيساعد طبعا على إحساسنا باعتدال الأجواء عن الأمس أو اختلاف الأجواء عن الأمس. وكمان هيكون مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة فرص لسقوط الأمطار، أمطار دي هتكون أمطار خفيفة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية، بعض المناطق كمان من الوجه البحري أو شمال الوجه البحري، لكنها كلها أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. بالإضافة كمان متوقع طبعا تكون لسبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. خفيفة يعني لا تدعو للقلق، يعني المسافرين عادي هيسافروا، بس يحترسوا بس ان هو كسرعات ان هم ما يتجاوزوش السرعات المقررة. هي بالظبط هي تؤدي بس لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، لكن مش هتؤدي لتعطيل أي طرق بإذن الله. والأجواء دي إن شاء الله متوقع كمان تستمر معانا على مدار الأسبوع القادم، ويكون متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 34 وال 35 درجة مئوية، لكن طبعا استمرار ارتفاع نسب الرطوبة هنحس بيها لو تكون 37 و38 درجة مئوية. تمام، نشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.